يقول مولانا عز وجل في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة حلقتنا اليوم فيها أقوى عذاب اللي غادي يصيفطو مولانا على القوم ديالو، قوم جاب فاحشة وبجريمة أخلاقية اللي عمر شي قوم قبل منه ما جابها. القصة ديال اليوم بزاف منكم اللي طلبها ليا على الإنستغرام وحتى على قناة اليوتيوب. ففي نظركم شكون هما هاد القوم؟ كيفاش بدات هاد الفاحشة ديالهم؟ وشنو هو هاد العذاب اللي غادي يسلطوا عليهم مولانا؟ قصة ديال اليوم من قصص أنبياء الله، واللي الهدف ديالها استخلاص الموعظة والحكمة وأيضا الاستفادة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب، سلامي لك. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وأيضا كنتمنى الأرواح ديالكم تكون بخير وعلى خير. بلا ما نطول عليكم أكثر، خليوني نبدأ لكم في قصة اليوم. لنبدأ. قوم لوط او لسكان سدوم ما كانوش تيبغيو اللي يجي يهز لهم الخير ديالهم او اللي حتى يدوز من حدا القريه ديالهم، واتفقوا باش انه اي واحد داز من عندهم غادي ياخذوا ليه الفلوس ديالو باش هكا يخلعوه وما يبقاش يدوز بحداهم. وفعلا داكشي اللي وقع، ولكن واخا هكا بقى كل مره شي واحد كيجي وما صدقاتش لهم الخطه. فاذا به واحد النهار غادي يوسوس الشيطان لواحد منهم باش انه اي واحد يدوز من تما يقطعوا طريقه وياخذوا فلوسه ويديروا فيه الفاحشه باش عمره يفكر باش انه يجي لعندهم. فواحد النهار غادي يتمثل لهم ابليس في شاب وسيم وغادي يدوز من القريه ديالهم، ولما شافوه غادي اديوه، ولكن هو غادي يقترح عليهم باش انه يديروا معاه الفاحشه، وهنا غادي يكون ابليس اول شاذ في العالم. ايوا وقت ما داز من حدا القريه ديالهم شي حد كيديروا فيه نفس القضيه حتى تعودوا ولاو كيمارسوها مع بعضياتهم والعياذ بالله. كان هاد القوم من افجر الناس واكفرهم، كانوا كيقطعوا السبل وياتون بالمنكر ولا يتنازلون عن فعله. كان الرجال يجامعون بعضهم من دون النساء، المثليه الجنسيه، لقوله تعالى: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وكيفسر العلماء بأنه كلمة الإيتان جاءت في الآية كناية عن الاستمتاع والجماع. هاد القوم غادي يجيهم واحد الشخص اللي سميتو لوط، سيدنا لوط النبي اللي كان مع سيدنا إبراهيم خليل الله في بابل، غادي يخرجوا منها حيتاش الكفار كانوا كيآذيو سيدنا إبراهيم. إيوا سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط غادي يتجهوا للشام. سيدنا إبراهيم غادي يصيفط سيدنا لوط لأهل سدوم اللي فيها القرى اللي كتعيش فيها بالعشرات الآلاف ديال الناس واللي اليوم هي البحر الميت، غيصيفطو باش أنه يرشدهم للإسلام. وهذا هي كانت الرسالة نتاع كاع الرسل انهم ما يشركوش بالله. المهم سيدنا لوط غادي يوصل لسدوم، وكيف قلت لكم قبيله بلي انه هاد القبيله ما عندهمش مع الضيف او لا حتى الاكرام ديالو، وبما انهم كانوا غير في المعاصي والنشاط فلوط غادي يطلب منهم باش انهم يتوقفوا من هاد الشيء، ودعاهم للحق وعباده الله لا شريك له، ونهاهم عن إيتاء المحرمات والفواحش والمنكرات، ولكن هما تمادوا في نكرانهم وطغيانهم لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فسيدنا لوط أنذرهم بالعذاب إذا جاب الله أنهم استمروا على هذا الحال لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فمولانا خلى الرجل يميل للمرأة والعكس صحيح، وانتم جالسين كتخالفوا الفطرة نتاع مولانا التي فطر الناس عليها، ما تسوقوش ليه وحاول معاهم وتأمروا عليه وغادي يطلبوا منه باش انه يرحل من هذيك القرية لأنه يأمر بالتقوى. فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. غادي تطوه سيدنا لوط وهم غادي يستمروا في الفاحشة والرذيلة والشدود. سيدنا لوط غادي يبدا كيشتكي لمولانا، وهنا غادي تكون بداية العذاب. فلوط عليه السلام إذا جاوه الضياف كان كيخبيهم وكيحضرهم وما كيدخلهمش للقرية، والقوم ديالو ديما كانوا تيهددو على هذا التصرف اللي تيدير، ومراته هي اللي كانت كتنوض الفتنة وكانت كتبركك بلوط إذا جابهم زعما الضياف. واحد النهار مولانا غادي يصيفط لسيدنا لوط عليه السلام جبريل وميكائيل وإسرافيل على الصورة نتاع البشر، ولكن قبل ما غادي يمشيو عنده غادي يدوزو عند عم لوط الفلسطين واللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبشروه بزوج ديال البشرة باللي أنه أولا غادي يرزقو مولانا من الزوجة ديالو سارة بمولود إسحاق ويعقوب وغادي يكونوا أنبياء، وتاني حاجة هي أنهم غادي يقولوا ليه بالمهمة اللي مولانا صفتهم عليها وباللي أنهم غادي يعاقبوا قوم سدوم.
سيدنا ابراهيم غادي تخلع، علاش؟ على ولد خوه، وغادي يقول لهم بلي انه فيها لوط، وغادي يقولوا ليه نحن نعلم بمن فيها، لقوله تعالى قال فما خطبكم ايها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الأليم. قالوا لي بلي أنه إحنا قلبنا وما لقينا فيها إلا بيت واحد يا إبراهيم، كل قرية ما أمناتش بمولانا، كلهم كفروا وشركوا ونشروا الفاحشة، أمة في قمة القذارة. هاد القوم عذبوا نبي الله لوط وما كانوش عارفين بلي أنه مولانا نزل لهم ملائكة في الأرض اللي غادي تعذبهم على العناد ديالهم والمعاصي والفسق اللي تيديروا. من بعد هاد الملائكة مشوا لقرية سدوم واتجهوا ديريكت عند لوط عليه السلام اللي كان في المزرعة، وما كانوا على الشكل نتاع شباب وسيمين، ولكن في هاد الوقت لوط عليه السلام ما كانش عارف شكون هما، وكان كيسحب ليه لانه غير ناس عاديين. غادي يقول لهم اش جابكم هنا؟ قالوا لي حنا ضياف عندك، وغادي يطلبوا منه باش انهم يباتوا عنده، علما انه معروف سيدنا لوط عليه السلام بالجود والكرم الى ما غير ذلك، ولكن غادي يستحي من افعال القبيله ديالو حيتاش عارفهم خبيثين وشذوذ. وفي الطريق ديالو معاهم الدار ديالو غادي يحاول انه يلمح لهم بالعمايل ديالهم ديال هاد القوم في هاد القبيله باش يقنعهم بلي انه يحاولوا يغيروا الراي ديالهم ويمشيوا في حالهم، وهذا كان فقط خوفا منه عليهم. ولكن هاد الملائكه اصروا باش انهم يباتوا عند سيدنا لوط، ولكن هو بدوره غادي يتسنى حتى يوصل الليل وغادي يديهم لدارو باش حتى شي حد ما يشوفهمش من ذاك القوم، كما جاء في كتابه الحكيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. غادي يوصل لوط عليه السلام لدارو، والدابة ما عاش بلي انهم ملائكة، وغادي يقول لمرته اللي كانت كافرة وخبيثة واللي هي كانت من اهل هاد المدينة باش انها تسكت وما تقولها حتى شي حد، ولكن كانت على دين الاهل ديالها وكانت ديما كتآذي لوط عليه السلام. غادي يقول ليها غادي نسمح لك على اي حاجة درتيها ليا بشرط انك تكتمي هذا السر وما تقولي حتى شي حد على شكون معانا او لا شكون عندنا. ايوا وصف دارت راسها بلي انه داكشي اللي غادي يكون وما غادي تقولها حتى شي حد، ولكن شنو غادي دير من مورا ظهر سيدنا لوط عليه السلام؟ فما بين قوم لوط وزوجة لوط كانت واحد الإشارة اللي بها كيتواصلوا إذا جاب الله جا شي ضيف عندهم. هاد الإشارة هو أنه لما كيجي شي ضيف عند سيدنا لوط كتطلع فوق الدار وكتشعل الدخان، وهاد الإشارة كتعني بلي أنه كاين ضيف عندنا، وداكشي اللي دارت في ديك الليلة. القبيلة ردوا البال وديك الساعة القوم مشى عند دار لوط عليه السلام كيطلبوا منه هاد الضيوف. في هاد اللحظة غادي يحاول النبي أنه يبعدهم على الضيوف، وقال لهم بلي أنه ها هما بناتي تزوجوا بهم، خذوا أي وحدة بغيتوها، كما جاء في كتابه الحكيم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هاد القرية كلها ما فيهاش راجل بعقله راشد يفهم بلي هاد الشي اللي كديروا راه خبث وبلي راه نجاسة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هم مصرين على الضيوف ديالو. فشلوط صاف ما بقاش قاد باش أنه يدير شي حاجة، غادي يرفع يديه لمولانا وغادي يبدا كيدعي لقوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فسمعوا دوك الضياف واللي هما الملائكة غادي يقولوا ليه حنا ماشي ضياف عاديين، حنا رسل ربك، حنا ملائكة مرسولين من السماء، المهمة نديروها هنا وقضي الأمر. الله الله ما تخافش حنا هنا والتحد ما غادي يأذيك يا لوط، دابا غادي يبدا العذاب في القوم ديالك، غادي يخرج لهم جبريل عليه السلام باش يبدا فيهم اول عقوبه، غادي يخرج لهم وهم فرحانين يسحب لهم لانه استسلم واحد من الضيوف، غادي يدوز عليهم كاملهم دوزه وحده في دقه وحده غادي يحيد لهم البصر ديالهم. القوم كله ما بقاش كيشوف لقوله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذري. يقال بلي انهم عينيهم تحيدوا وما بقاش حتى الاثر ديالها. اما لوط عليه السلام غادي يطلب منه الملائكه باش انه يهز ولاده ويمشي في حاله، غادي يهز بناته ويمشي للمدينه اللي سميتها صوعل اللي مولانا امره باش انه يمشي ليها،
وهنا العذاب غادي يبدا كيطيح عليهم على القوم ديال سيدنا لوط عليه السلام. وهما في ديك اللحظه ما كيشوفوش اشنو واقع، الناس كتغوت، ولكن صافي العذاب نزل، الحجاره بدات كطيح عليهم، وكل حجره كان مكتوب عليها اسم الصاحب ديالها اللي غادي تنزل عليه. يا سبحان الله، لقوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ومن بعد بدأت الشتاء كطيح عليهم. أما لوط عليه السلام لما مشى لديك المدينة بدأ كينشر فيها الدعوة إلى أن وفته المنية. وهذه هي القصة نتاع قوم لوط. أما في 2015 من بعد 10 سنين ديال البحث غادي يلقاو واحد البلدة باللي أنها كترجع لعصر البرونزي في سيل الحمام، وكيرجع التاريخ ديالها ما بين 1540 و 3500 قبل الميلاد. وأكدوا العلماء بلي أنه هاد المدينتين كترجع لسدوم عمورة، وبلي هاد القرى منطابقة مع القرآن الكريم، ولكن ما كاينش أثار ديال الحريق أو الكبريت، وبلي أنه الحياة اللي كانت تما في دقة واحدة غادي توقف. وفي الأخير الله أعلم. وهذه هي كانت قصة حلقتنا اليوم، واللي أيضا كنت كنجهلها وعمرني ما عرف شنو المعنى ديالها، تنسمع بقوم لوط ولكن ما كنتش عارف هاد الحكاية وهاد الأحداث. شكرا حيت خليتوني مره اخرى انني نعرف هذه القصه والاحداث ديالها. اذا وصلتوا حتى لهاد لابارتي من هذه القصه قولوا لي لتحت في التعاليق واش كنتوا عارفين هذه القصه بهذه الاحداث ولا اول خطره كتسمعوها، وقولوا لي ايضا شنو بغيتوا تسمعوا كقصه ماجيه من قصص القران الكريم. وبالطبع اكثر قصه اللي غادي يكون عليها طلب هي اللي غادي نديرها لكم في الحلقه الجايه. ما تنسوش انكم تتابعوني على الانستغرام لحقاش هو فين تنحط الجديد، وهو فين كنعلمكم على الفيديوهات اللي كنحط لكم قبل يوتيوب. ما تنسونيش دائما وابدا اذا كيعجبكم هذا المحتوى انكم تضغطوا على زر الاعجاب. اما بالنسبه للتعليق اذا ما فيكمش اللي يكتب شي حاجه زوينه خليو لي غير نقطه، هذا الشيء كيكفيني وكيشجعني باش انني نكمل ونستمر. نكمل هي نستمر. اوكي، نتلاقاو في حلقه مقبله. سلام سلام.